عنوان النص هو الغابة في خطر. أعزائي عزيزاتي، من يذكر لي فوائد الغابة؟ ممتاز، بعض فوائد الغابة هي أنها تساهم في التوازن البيئي، أيضاً تحمي التربة من الانجراف، تعتبر مصدر عيش للعديد من الحيوانات. ممتاز، والآن أعزائي تتبعوا واقرأوا معي الفقرتين التاليتين قراءة جيدة معبرة. عنوان النص هو كالتالي: الغابة في خطر. تشكل الغابة مصدر رزق ونشاط اقتصادي كبيرين، إنها عامل أساسي في استمرار الحياة الطيبة للإنسان على وجه هذه الأرض، وتغطي الغابات ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة، وقد بدأ هذا الرقم يتناقص حسب المهتمين بالبيئة، والسبب في ذلك أن الإنسان والحيوان والآفات الطبيعية كالحرائق وغير الطبيعية كمخلفات المصانع تسيء إلى أجزاء مهمة من الغابات الواسعة المنتشرة على هذه الأرض، وقد بدأ كل ذلك ينذر بحدوث تغييرات سريعة وخطيرة على البيئة، إذ أصبح التلوث كابوساً يهدد البشرية كلها بأكبر الأخطار، وباتت الغازات الكثيفة المنبعثة من مداخن المعامل تزيد من ارتفاع حرارة الأرض، مما جعل علماء البيئة يتوقعون حدوث كوارث كبرى مضرة بصحة الإنسان إن هو تمادى في إهمال حماية الغابات الواسعة التي تحيط به، وأصر على الاستمرار في اجتثاث أشجارها. وبعد أن قرأنا النص قراءة معبرة سليمة، لا بأس أعزائي أن نتطرق إلى شرح بعض المفردات الصعبة التي سبق لكم أن دونتموها في الحصة السابقة. مخلفات تعني بقايا، هذا ممتاز. كابوساً تعني أمراً مخيفاً أو أمراً مقلقاً. كلمة المنبعثة شرحها المنتشرة، جيد. تمادى في الشيء يعني استمر فيه. وأخيراً كلمة اجتثاث يعني اقتلاع. أحسنتم، سننتقل جميعاً إلى إنجاز أو نشاط آخر هو خريطة الكلمة. الكلمة هي يهدد. ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ أحسنتم، نوعها فعل. ما مرادفها؟ يتوعد، ممتاز. ما ضدها؟ يطمئن، جيد. لنحاول تركيب كلمة يهدد في سياق. ممتاز، يهدد وباء كورونا صحة الناس، عافانا الله أبنائي الصغار وإياكم هذا الوباء. والآن ننتقل
إلى شبكة المفردات. كلمة الغابة، فما هي أعزائي الكلمة التي تربطنا بالغابة؟ مثلا أشجار كثيفة. ممتاز، الحطب يوجد في الغابة، هذا رائع. قناص، نعم له ارتباط وطيد بالغابة. النزهة، نتنزه فيها. الرياضة، نمارس فيها مختلف الرياضات. تعيش فيها حيوانات مختلفة. ممتاز، أحسنتم. هكذا أعزائي عزيزاتي المتعلمات، نكون قد أنهينا حصة اليوم، على أمل اللقاء بكم. قبل أن نبدأ حصتنا هذه، سنحاول أن نتذكر سوياً الأفعال الماضية المسندة للضمير هو. هيا إذن لنضع سطراً تحت الأفعال الماضية المسندة للضمير هو. لدينا الأفعال التالية: قرأ، أشرح، فتح، لعب، كتبت، يمسح. أحسنتم، قرأ فعل ماضي مسند للضمير هو. هل يمكننا قول هو قرأ؟ نعم، هو قرأ. أشرح، هل يمكننا قول هو أشرح؟ لا، لا يمكن. نتجه للفعل الثالث، فتح، هل يمكننا قول هو فتح؟ نعم، أحسنتم، هو فتح. نلاحظ لعبة، نعم هو لعبة، جيد، أحسنتم. نذهب للفعل الآخر، كتبت، هل يمكن أن نقول هو كتبت؟ لا، لا يمكن أن نقول ذلك. نذهب للفعل الأخير، يمسح، هل يمكننا قول هو يمسح؟ لا. إذن الأفعال الماضية المسندة للضمير هي قرأ، فتح، لعب. حسنا، والآن سنتوجه لملاحظة بعض الأفعال وقراءتها. لدينا فعل غرس، أمر، وجد، حط، دعا، هدأ، قام، يئس، شممت. أطالبكم أعزائي وعزيزاتي أن تصنفن هذه الأفعال حسب الجدول التالي: أفعال لا تتضمن الحروف الألف والواو والياء، وأفعال تتضمن تلك الحروف أي الألف والواو والياء. جيد، أحسنتم. من هنا نلاحظ أن غرس وأمر وحط وهدأ وشممت أفعال لا تتضمن الألف أو الواو أو الياء، بينما هناك أفعال أخرى تتضمنها. في حصتنا هذه سنركز على الأفعال التي لا تتضمن الألف والواو والياء، وهي غرس، أمر، حط، هدأ، وشممت، ومن هنا سنسميها الأفعال الصحيحة، كما يمكننا أن نستنتج أن الفعل الصحيح هو الفعل الذي تخلو حروفه الأصلية من الألف أو الواو أو الياء. فهل تعرفون ما معنى الحروف الأصلية للفعل؟ إنها الحروف التي لا يمكنها أن تحذف من الفعل. ولمعرفة الحروف الأصلية للفعل، نحول الفعل إلى الضمير هو في الماضي. مثلاً، يدرسون،
هو درس. إذن حروفه الأصلية هي الدال والراء والسين، وهي خالية من الحروف المذكورة، أي الألف أو الواو أو الياء. نعود مرة ثانية إلى الجدول ونأخذ الأفعال الصحيحة، وهي غرس، أمر، حط، هدأ، وشممت. لنحاول تصنيفها حسب الجدول التالي: فعل يتضمن همزة، وفعل به تضعيف، وفعل بلا همزة ولا تضعيف، وكلها أفعال صحيحة. فعل يتضمن الهمزة: أحسنتم، أمر، وهدأ. لاحظوا جيدا الهمزة في هذه الأفعال الصحيحة، فأمر تبتدئ بالهمزة وهدأ تنتهي بالهمزة. نريد فعلا صحيحا به تضعيف. جيد، فعل حط وفعل شممت. لاحظوا جيدا هذه الأفعال: حط تنتهي بتضعيف، وشممت نلاحظ الحرف مكررا، الميم مكررا، وأصل شممت شم. جيد، نريد فعلا صحيحا بلا همزة ولا تضعيف. أحسنتم، غرس، فغرس هنا لا يحتوي على الحروف المذكورة ألف وواو. فالفعل الذي يتضمن الهمزة ولا يشمل كذلك لا الهمزة ولا التضعيف. جيد، ننتقل لتسمية هذه الأفعال. فالفعل الذي يتضمن الهمزة نسميه الفعل المهموس. جيد، والفعل الذي يتضمن التضعيف نسميه الفعل المضاعف. والفعل الذي لا يحتوي لا على همزة ولا تضعيف نسميه الفعل السالم. جيد، عزيزات التلميذات، أعزائي التلاميذ، ننتقل الآن إلى مرحلة أطبق. سؤال: أسطر تحت كل فعل صحيح وأبين نوعه. لدينا الأفعال التالية: كتب، أتى، جلس، بدأ، قال، مت، وطأ. أولا استخرج الأفعال الصحيحة. أحسنتم، كتب صحيح، فهو خالي من الحروف الألف أو الواو أو الياء. ثم جلس، وهو أيضا صحيح. بدأ، جيد. ثم مد، أحسنتم. فلنتجه لتوضيح نوع كل فعل من الأفعال الصحيحة. أحسنتم، جيد. كتب فعل صحيح سالم، فهو خال من التضعيف ومن الهمزة. جيد. جلس، نعم، أحسنتم، فعل صحيح سالم، هو أيضا مثل كتب. بدأ، أحسنتم، فعل صحيح مهموس، فهو خال من الحروف الألف أو الواو أو الياء وبه همزة. مد، جيد، فعل صحيح مضعف، هو فعل صحيح خال من الحروف المذكورة وبه تضعيف في الأخير. تنقسم أنشطة السكان المزاولة في المدينة إلى ثلاث فئات كما يوضح ذلك الجدول الآتي: أنشطة صناعية، أنشطة حرفية، وأنشطة الخدمات. أضع لكل فئة مثالا يعبر عنها. الآن لاحظ معي عزيزي المتعلم الجدول، إيت بمثال لكل عمود. أحسنتم، هناك مثلا صناعة السيارات في العمود الأول.
وفي العمود الثاني نجد مثلا حرفة النجارة، وفي العمود الثالث هناك الخدمات البنكية. والآن أعزائي التلاميذ، بعدما رأينا بعض الأنشطة المزاولة في المدينة، في نظركم ما هو النشاط الأساس الذي يمارسه سكان القرية؟ رائع، أحسنتم. يزاول السكان القرويون الفلاحة التي من بين أنشطتها الزراعة وتربية الماشية. لاحظوا معي أعزائي الصغار هذه الصورة، ما هو النشاط الذي تمثله؟ ممتاز، تمثل هذه الصورة فلاحا يحرث الأرض. والآن ننتقل إلى الصورة الثانية، حددوا نوع النشاط الموجود فيها. جيد، إن النشاط الموجود في الصورة الثانية هو سقي الأرض. لاحظوا الآن الصورة الثالثة، أي نوع من الأنشطة تمثل؟ رائع، أحسنتم. تمثل الصورة الثالثة امرأة تقدم العلف للبقرة. ننتقل الآن إلى الصورة الرابعة، حددوا نوع النشاط الموجود فيها. ممتاز، تمثل الصورة الرابعة فلاحا يقوم بمعالجة الطماطم برشها بالمبيدات للقضاء على الحشرات الضارة. انتبهوا معي الآن أحبائي الصغار، تأملوا الصور الأربعة مرة أخرى، ما رأيكم في الوسائل المستعملة في هذه المشاهد؟ جيد، إنها وسائل قديمة ويدوية، وكيف ستكون وتيرة الإنتاج باستعمال هذه الوسائل التقليدية؟ أحسنتم، إن وتيرة الإنتاج ستكون بطيئة. وبالنسبة للإنتاج، هل تضمن هذه الوسائل التقليدية وفرة الإنتاج؟ ممتاز، إن الإنتاج في هذه الحالة يكون ضعيفاً ومعيشياً، أي أنه يسد حاجيات الفلاح فقط. إذن نستنتج أن الفلاحة التقليدية فلاحة معيشية. والآن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، ننتقل إلى النشاط الثاني، أصف مشهداً فلاحياً عصرياً. لاحظوا معي هذه الصورة، ما هو النشاط الذي تمثله؟ وكيف هي الوسيلة المستعملة فيها؟ ممتاز، تمثل هذه الصورة فلاحاً يحرث الأرض بواسطة محراث عصري. والآن ننتقل إلى الصورة الثانية، ما هو نوع النشاط الموجود فيها؟ كيف هي التقنية المستعملة فيها؟ أحسنتم، إن النشاط الموجود في الصورة الثانية هو سقي الأرض باستعمال تقنية عصرية ترتكز على ترشيد استعمال الماء وعدم تبذيره. الآن لاحظوا معي الصورة الثالثة، أي نوع من الأنشطة تمثل؟ وكيف يتم هذا النشاط؟ جيد، تمثل الصورة الثالثة تقديم العلف للأبقار بأسلوب عصري. والصورة الرابعة، ما هو النشاط الموجود فيها؟ وما نوع التقنية المستعملة فيها؟ ممتاز، تمثل الصورة الرابعة رجلاً يقوم بمعالجة منتوجه
برشه بالمبيدات بطريقة عصرية تظهر في نوع اللباس الذي يرتديه هذا الفلاح لحماية نفسه من خطر هذه المبيدات. إذن عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، ماذا تستنتجون من هذا النشاط؟ أحسنتم، نستنتج أن الفلاحة العصرية فلاحة تسويقية، أي أنها توجه لتزويد الأسواق الداخلية والخارجية، على عكس الفلاحة التقليدية التي هي معيشية فقط. والآن أعزائي الصغار، ننتقل إلى النشاط الثالث، أقارن بين المشهد التقليدي والمشهد العصري. إذن من خلال ما رأيناه في النشاطين الأول والثاني، ستحاولون أن تقارنوا بين الفلاحة التقليدية والفلاحة العصرية، وذلك من خلال ملء عناصر هذا الجدول: وسائل العمل، وثيرة الإنتاج، وفرة الإنتاج. أحبائي التلاميذ، كيف وجدتم وسائل العمل بالنسبة للفلاحة التقليدية؟ أحسنتم، إن وسائل العمل في الفلاحة التقليدية يدوية وبسيطة. والفلاحة العصرية، ما هي الوسائل التي تعتمد عليها؟ ممتاز، تعتمد الفلاحة العصرية على استعمال آلات وتقنيات عصرية. والآن تعالوا نقارن وثيرة الإنتاج بينهما. جيد، في الفلاحة التقليدية الإنتاج بطيء، وفي الفلاحة العصرية الإنتاج سريع. أما وفرة الإنتاج، فنلاحظ أن الإنتاج ضعيف ومعيشي في الفلاحة التقليدية، ووفير وتسويقي في الفلاحة العصرية. والآن أحبائي الصغار، ماذا تستنتجون؟ ممتاز، نستنتج أن الفلاحة العصرية تتفوق على الفلاحة التقليدية في تلبية حاجيات السكان المتزايدة. إلى هنا صغار الأعزاء، نكون قد أنهينا الحصة الأولى من درس هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حصة جديدة إن شاء الله. دمتم سالمين، وإلى اللقاء. On va voir la deuxième séance de lecture. Tu te rappelles du texte qu'on a vu la séance précédente? Oui? Alors, on va faire un petit rappel. Quel est son titre? Très bien. Son titre est « Un petit garçon au pays des arbres ». De quoi parle-t-il? Bravo! Il parle de la forêt. Qu'est-ce qu'on entend dans la forêt? On entend dans la forêt le craquement des branches et un bruit de sifflement. On va relire le texte ensemble. Tu es prêt? 1, 2, 3, c'est parti! Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien,
comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflement parce que les arbres répondent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. Regarde la première phrase du texte. Tu vas la lire, tu relèves les verbes conjugués au présent de l'indicatif et tu trouves leur infinitif. Tu as compris? Bon courage! Tu as trouvé les verbes? On va les corriger ensemble. Il y a trois verbes dans cette phrase. Savent, son infinitif, et savoir. Disent, son infinitif, et dire. Et sont, son infinitif, et être. Ta réponse est juste. C'est très bien. Elle n'est pas juste, c'est pas grave. La prochaine fois, elle sera juste. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens? Oui, je suis d'accord avec toi. Les forêts ne sont pas silencieuses car les arbres ont un langage. C'est le craquement et le sifflement de leurs branches et de leurs feuilles. Notre séance touche à sa fin. Pour te préparer à la prochaine séance, tu vas chercher des informations sur les arbres. Comment se nourrissent-ils et comment respirent-ils?